أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: هناك رافضي يقال له ياسر الحديد، كان مقيما في دولة مجاورة لنا، وقد كان يصرح بالطعن في الصحابة، ثم تم التضييق عليه فخرج إلى بريطانيا، والآن يعلن صراحة في الإنترنت أن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يرميها بالزنا عليه من الله ما يستحق، ويقول أنها تخترع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تركها واشتغل عنها بالعبادة، وله كلام خبيث منشور في الشبكة، فما قولكم والرد عليه؟ جزاكم الله خيرا جزاء. الجواب: إن كان هذا كان يعيش في دولة مسلمة وجهر بهذا المذهب، إنه كان واجب تلك الدولة أن تقتله، هذا كافر بالإجماع. الذي يقدح عائشة ويرميها بالزنا كافر بإجماع المسلمين، ويجب قتله، لأن الطعن فيها طعن في رسول الله، طعن فيها من أخبث أنواع الطعن في نبي الله، منجر الطعن، طعن في أبي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن من يقتل الآن؟ ثم ليس هذا هو الرافض الوحيد الذي يعتقد هذه العقيدة ويتفوه من هذا الكلام، فمعظم الرافض على هذا المنهج الخبيث، وكتبهم تشهد عليهم، وإن حاولوا إنكار ذلك فإن كتب أئمتهم ومراجعهم الحقيقية تبين أن هذه عقيدتهم وهذا منهجهم. ومع الأسف هذا من ضعف المسلمين والأدلة الكثيرة على انحرافهم. واحد يعيش في بلاد الإسلام ثم يطعن في رسوله وزوجته مثل هذا الطعن، ثم يترك يذهب إلى حيث يشاء، والأدلة كثيرة، والأدلة كثيرة على الوهن والوفائية الموجودة في المسلمين التي يجب أن يخرجوا منها. نعم.